حبيبك وفي ظهرك انت ونصيبك. وفي ظهرك انت ونصيبك. خيال الغندور. لو انت بابا في المجال فانا ابقى جد العيال. لو انت بابا في المجال انا ابقى. انت جبت الكلام ده منين يا مي؟ مصطلحات ولازم ترد عليها، تقولها لمين لو انت بتقولها؟ اوكي، اقولها لمين؟ لو انت بابا في المجال انا جد العيال. لاي حد بيفكر يرد عليا باي فيديو. اوكي، لو مفيش حد بيغلط ما كانوش حطوا فوق القلم استيكة. لما فيش حد بيغلط ما كانوش حاطه فوق. دي امثال موجوده على الانترنت على فكره، دي تنفع على احمد فتحي برضه. معلش. سنظل اوفياء. سنظل اوفياء ده لقب نادي، ده شهير جدا. اعمل نفسك ميت. اعمل نفسك ميت وانت داخل تلعب الاهلي. مش سامعك من الدي جي. ماي حلو. عايز اهرش في ودني. عم الناس. تريك. عيوطه. عزومه. ما عديها اوكي بقى. الفلوس. الفلوس عبد الله السعيد. فوق الجميع. الاهلي. يا نهار ابيض. شلبوكة. انا احسن مهاجم في مصر. مروان محسن. طول ما الثلاجه ما فيهاش حاجه اشتغل اي حاجه. تقولها لمين؟ طول ما الثلاجه ما فيهاش حاجه اشتغل اي حاجه. ايوه. اوكي. تقيله الجمله دي، عايزه حد يعني. بص هي بصراحة يكون بيتدلع. مش عايز اقولها عشان انا بحبه وانا بحبه يعني، بس هو متحدش هلبي. هو بيشتغل في كل حاجة وكل القنوات طلع فيها، لايق عليه قوي بصراحة يعني. هيضربنا. ماشي. امسك لسانك يعلي مكانك وخلي سكوتك يوجع اكتر من كلامك. الصنعة. فكري. انا المثل ده ينطبق عليك يا فكري. مش هقول كلام كبار عشان الكبار ما بيكلموش. هكيفه. اوبا. ماشي. الدنيا دوامه ومفيش عوامه. الدنيا دوامه مفيش عوامه. الدنيا دوامه. انت بتجيب الكلام لوحده وانا افكر في الجمله عشان استوعبها. هنا تفكر براحتك، بس انا اكتر حلقه هكتب فيها هي الحلقه دي. هو الاعداد اللي جابها لك ده شاطر اول اللي جاب لك الكلام ده. اخس عليك يا فكري. انت صح. الدنيا دوامه مفيش عوامه. الساحل. انت كحيان يا محمد. انت كحيان يا محمد. صح كده. الرجوله مقامات ما تتحطش على سيديهات. الرجوله مقامات ما تتحطش. واحد صاحبي. اوكي. زي ما في شامبو ضد القشره في صحاب خانه العشره. كتير كتير. أوكي. ممكن تقولي في ناس خانت التيشيرت. صلحيها كده. ماشي. اوكي. يلي عينك علينا شيلها الله يهديك ويهدينا. تقولها لمين؟ اللي عينك علينا شيلها الله يهديك ويهدينا. اقولها لزملكاويه. اشمعنى؟ ما بص كل شويه يقول لك احنا نادي القرن. انا اسف يعني، واحنا مش عارف ايه، وهم مش حاجه اصلا يعني. عينهم نادي القرن. شيكابالا افضل ولا بوتريكا؟ ايش جاب لي جاب يعني؟ في حاجات اهلي على مسؤوليتك. على مسؤوليتي طبعا. ما بلاش تقرب مني كل زعل مني. أبو الأفكار واحد بس. هتعرف الحقيقة وقت دقيقة. لما تروح نادي تاني. يتخليك قد كلامك يتخلي كلامك على قدك. واحد في قناة الزمالك بدون ذكر اسمه. أوكي، وأنا مش هسألك. أوكي. عمر الجزيرة ما تروح لشبه الجزيرة. النادي الأهلي عمره ما هيبقى غير النادي الأهلي. انت وعدتني انك عمرك ما هتسيبني. عبد الحميد حافظ. اوكي. لو قلبك مات ما تجيش على اتنين اخوات. حسام وابراهيم. ايوه كده. فكري خلصت الفقره دي، هنروح لفاصل ونرجع نكمل بقيه اسئلتنا يا جماعه. اوكي.